أعزائي المشاهدين وزوار موقع وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك، يسعدني أن أرحب بكم في الإطلاق الرسمي للقناة الإلكترونية للوزارة. هذه المنصة الإعلامية الجديدة تهدف إلى تقريبكم من مختلف أخبار ومستجدات الوزارة، وسنقوم بتخصيص مجموعة من الحوارات مع عدد من كبار المسؤولين بالوزارة لتقريبكم من هذه القطاع. البداية ستكون مع قطاع حيوي ومهم جدا للاقتصاد الوطني، ألا وهو القطاع المينائي والبحري. فشكرا على تتبعنا، وأهلا وسهلا بكم على قناتنا، وكونوا أوفياء لنا.